مشاركات متميزة لصغار مزامير داوود، أبدعوا في حفظهم المتقن بأداء جميل أثلجوا به القلوب وراقت به العقول. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يا حليمة، جاءتك صورة الميزان، وإن شاء الله يعني قراءتك طيبة وصوتك جميل جدا ما شاء الله، نتمنى لك التوفيق. مزامير داود. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. مزامير داود. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أسماء، بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، تلاوة طيبة، وربما لربما نلتمس لها العذر، ربما أسماء في أنها أول مرة تشارك معنا في مزامير داود. نعم. أليس كذلك؟ نعم، وربما أيضا الأجواء العامة هذه وهذه ربما الإضاءة ربما أخافتها قليلا فعلا، ولكن مع ذلك لها مميزات رائعة. تفضلي دكتور. مزامير داود. أول مرة تشاركين يا مريم؟ نعم. ما شاء الله، كيف استعدادك؟ كيف الاستعداد للمسابقة؟ أنت شقيقة يوسف. نعم. من جودي شقيقك، إذا أنت تمتلكين كل الشجاعة الآن. هذه من عائلة القرآن. ما شاء الله. ما شاء الله. يلا. كم معدلك؟ 18. ما شاء الله. ويوسف قد أخذ الجائزة الأولى في الطبعة الأولى. نعم. ما شاء الله. قدوتك. إن شاء الله تخلفينه إن شاء الله. فلا تحزنوا يا صغار الشروق، الباب لا يزال مفتوحا لكم في طبعات قادمة بحول الله.